فقرتنا التالية معكم مشاهدينا مقال اليوم، والمقال يحمل عنوان الهجوم الإسرائيلي على رفح محكوم بالفشل لكاتبه الأستاذ الدكتور محسن صالح مدير مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات. دكتور محسن معنا، أهلا بك معنا دكتور محسن. حياكم الله وتحية لكم ولكل مشاهديكم ومتابعكم الكرام. حياك الله دكتور. بداية يعني العنوان الهجوم الإسرائيلي على رفح محكوم بالفشل، من الواضح أنك خرجت من جدلية هناك هجوم من عدمه دكتور محسن، وذهبت إلى أنه سيقع لكنه محكوم بالفشل. هل انتهينا من جدلية نعم أو لا إنجاز لنا الوصف قبل أن ندخل في التفاصيل؟ ربما إلى حد كبير ممكن أن نقول أنهم سيذهبون باتجاه الهجوم، وهناك إجراءات ميدانية على الأرض، هناك خطة تم اعتمادها من الحكومة الإسرائيلية ومن نتنياهو، خريطة مفصلة لشكل الهجوم اعتمدت من الجيش الإسرائيلي، تموضع ميداني بشكل أو بآخر، أيضا هناك هجمات بدرجات متفاوتة الآن على مناطق رفح، وهناك أيضا ضغوط على الجانب المصري لترتيبات الجانب الميداني في حالة الدخول الإسرائيلي إلى مناطق محاذية للحدود مع مصر. إذن في هناك بوادر بهذا الاتجاه، ثم أن هذا الحديث هو أقرب إلى الهروب باتجاه المستقبل بالنسبة للجانب الإسرائيلي. وهذا يدفع للسؤال الإصرار دكتور محسن، لماذا الإصرار على دخول رفح بعد أن رمز الشفاء ورمز خان يونس؟ اليوم هو في مرحلة ترميز رفح وما يتواجد فيها، الإصرار على رفح ما خلفياته دكتور محسن؟ يعني تعلم أن المناطق القطاع غزة، هناك الشمال ومركزه غزة والوسط ومركزه خان يونس، بقي المركز الجنوبي في رفح هو الذي لم يتم محاولة سحقه أو محوه والسيطرة عليه، لأنه هو المركز الذي نزح إليه النازحون من شمال غزة ومن وسطها، وتكدس فيه أبناء غزة حوالي 1,400,000 بالإضافة إلى سكان رفح المقيمين فيه هناك، وبالتالي لم يتم الهجوم عليه بالشكل الساحق، ويحتج الجانب الإسرائيلي بأن حماس ما تزالت في قوتها وفي عنوانها، وأنه لم يتم ضرب الألوية المسيطرة لحماس في داخل منطقة رفح، وأنهم حتى يستكملون ما يسمونه مهمتهم في سحق حماس فلا بد من ضرب منطقة رفح. نعم. هذا يحتاجون فيه، وهو أيضا جزء من محاولة إطالة عمر حكومة التلكيان الإسرائيلي والتغطية المستمرة على فشلها لمدة 7 أشهر متواصلة، لم يستطيعوا أن يجتثوا حماس ولا أن يسحقوها ولا أن يحرروا أسراهم أو المحتجزين لدى حماس ولا أن يحققوا أي من الأهداف المعلنة لديهم، وبالتالي يعلقون الأمر لدى الكيان الاستيطاني ولدى مجتمعهم الصهيوني بأنهم قد يحققون هذا الإنجاز بهجومهم على رفح. نعم. وبالتالي يبررون لإطالة مدة الحكومة وبقائها وأيضا بقاء العدوان على قطاع غزة. نعم. رغم هذه الدوافع وهذا الإصرار، أشرت إلى أنهم لو ذهبوا بالفعل تنتظرهم مجموعة من الأسس والمسائل المرتبطة بأسباب الفشل. بدأت في أن الحملات الاجتثاث السابقة أكثر من 120,000 ما بين شهيد وجريح ومفقود لم تفت بعضد المجتمع الفلسطيني أو المقاومة، ماذا عن هذا السبب باعتباره السبب الأول الذي دفعت به من أسباب الفشل المرتقبة لدخول رفح؟ يعني محاولة ضرب قوة قطاع غزة سواء كان في بناه المقاومة على مدى 7 أشهر متواصلة فشلت فشلا ذريعا، والمقاومة ما تزال قوية وفي عنوانها وفي عنفوانها، شبكة ما يسمى التحكم والسيطرة لدى حماس وقوى المقاومة ما زالت تسيطر على 80% على الأقل من قطاع غزة، أي منطقة ينسحب منها الكيان الإسرائيلي بعد أن يظن أنه أدى مهامه يتم السيطرة عليها في اليوم التالي سواء من حماس أو من خلال الإطار المدني، وبالتالي هم
كل ما فعلوه الانتقال من فشل إلى فشل. أيضا لي ذراع المقاومة من خلال ضرب الحاضنة الشعبية أيضا فشل فشلا ذريعا. الاستطلاعات الرأي والتفاف الناس حول المقاومة الآن ثبت بما لا يدع مجال للشك أن هذه الضربات زادت من التفاف الحاضنة الشعبية حول المقاومة، بل وزادت من رغبة المقاومة في الانتقام من العدو الصهيوني. نعم. ومن مقاومته، وباعتبار أن حماس والمقاومة الفلسطينية هي البديل الأمثل للتعامل مع هكذا عدوان ومع هكذا غطرسة. نعم. ومع هكذا أشرت أيضا دكتور محسن إلى شبكة الأنفاق وأنها ما تزال تحتفظ بفاعليتها، دور ذلك في موضوع الإفشال في حال دخول رفح أيضا. يعني البديهية هنا الواضحة أنه إذا لم يستطيعوا حتى أن يحلوا مشكلتهم مع الأنفاق حتى في شمال غزة التي دخلوها من أكثر من 170 يوما، وكذلك مع خان يونس، فهم باب أولى أنهم سيفشلون في رفح. هذه الشبكة ما زالت فعالة في شمال ووسط قطاع غزة، ثم أنهم بحجة أنهم يريدون تدمير القوى العسكرية لحماس والمقاومة في رفح وأنهم يستطيعون أن يحصرونها، الإجابة بسيطة، أنه ما دامت هناك شبكة أنفاق موجودة أصلا هي تحت منطقة رفح، فيصعب أن يحاصر المقاتلون والمقاومون في تلك المناطق، لأنهم يسهل عليهم أن يستخدموا هذه الشبكة في تنقلاتهم، فينتقلوا من الجنوب إلى الوسط إلى الشمال، وينقلوا أيضا المحتجزين والرهائن الصهاينة، وبالتالي يفقد الهجوم الإسرائيلي على رفح معناه، لا يستطيعوا لا أن يحصروا المقاومة ويضربوها، ولا أن أيضا يحصلوا على أسراهم. نعم. وبالتالي شبكة الأنفاق تفشل ابتداء فكرة المحاصرة والضرب والتضييق وأيضا السحق التي نعم. يتحدث. أشرت إلى عامل مهم جدا، وهو حالة من الإنهاك والاستنزاف للجيش الإسرائيلي غير المعتاد على الحروب الطويلة منذ إنشاء الكيان عام 48. أشرت إلى أنه بعد أكثر من 200 يوم من الحرب ما زال يعاني من الخسائر المادية والبشرية، وما زالت هناك خلافات واختلافات بنيوية عسكرية وأمنية داخل الكابينيت وداخل الحكومة الموسعة وحتى داخل المجتمع الإسرائيلي. صحيح، وتأكيدا لذلك أن أصل النظرية الإسرائيلية وأصل النظرية العسكرية قائمة على فكرة الردع المباشر وعلى فكرة الحسم السريع، ومعارك الجانب الإسرائيلي التي خاضها في تاريخه بما في ذلك المعارك الكبرى بعد حرب 48 بعد إنشائه كلها كانت تمضي بأيام، حرب 56، حرب 67 تسمى حرب الأيام الستة، حرب أكتوبر 73 التي تعد الأكبر بالنسبة له لم تأخذ أكثر من أسبوعين، حتى الاجتياح في 82 من الجانب الإسرائيلي كلها أوقات أقل، وكذلك الحروب السابقة، هذه أطول حرب يخوضها وبشكل متواصل وبمعاناة وبخسائر كبيرة ويومية ودائمة، وباستنزاف لقدراته وإمكاناته البشرية وكذلك إمكاناته المادية، ولولا الجسر الجوي والدعم الأمريكي الهائل الذي يصل إليه كل يوم لربما لم يستطاع أن يستمر. حتى فقط أمس اعترف أحد القادة الإسرائيليين أنه لم يعد لديهم جنود. نعم. القدرة على الاستمرار مع تبديل قوات الاحتياط إلى آخره لم تستطع قادرة أن تكون قادرة ميدانيا حتى على الاستمرار، زائد أن الجانب الإسرائيلي الآن يسعى إلى أن يغير قانون التجنيد الإجباري حتى يستطيع أن يستوعب أعداد أخرى من الجنود، وبالتالي فهو في أيضا مأزق الإنهاك ومأزق التعب، مع الإخفاء الكبير للخسائر الهائلة التي يتكبدها في على مستوى قواه البشرية الجنود والضباط. نعم. إلى آخره. نعم، أشرت إلى التكدس ووجود نحو 1,400,000 وصعوبة أن يتحرك جيش أمام هذه الكتلة البشرية الضخمة. أشرت أيضا في سبب آخر من أسباب الفشل إلى اعتراض حلفاء الكيان الغربيين على فكرة الاجتياح دون ضمانات، وما زالت هذه الضمانات يعني موضع جذب وشد ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي. كيف يساهم هذا العامل بالفشل؟ يعني هناك موضوع البشاعة الهائلة والوحشية الهائلة التي ظهر عليها الكيان الإسرائيلي عندما أراد أن يحتل قطاع غزة وأراد أن يضرب المقاومة، الآن هذه نقلت بمئات الآلاف من الأدلة والشواهد
على وحشيته وعدوانيته، بحيث أنه لم يعد أحد في العالم لا يراها بعينيه، ومن خلال مقاطع الفيديو وكافة الوسائل التي المعروف التواصل الاجتماعي وكافة أشكال الفضائيات التي نقلت هذا. هذا الشكل البشع حول الكيان الإسرائيلي من قيمة استراتيجية إلى عبء هائل بالنسبة للمنظومة الغربية التي تدعمه على رأسها الولايات المتحدة. وهذا الجانب البشع الذي كان بنى نفسه وبنى جدليته على فكرة الهولوكوست وعلى فكرة الضحية، الآن هذه كلها سقطت، لم يعد لها قيمة. والجانب الإسرائيلي الآن جانب معزول ومنبوذ في الإطار الدولي، وينظر إليه بوحشية، ويحتاج إلى عشرات السنوات، هذا إذا أصلا بقي عشرات سنوات من عمره في المستقبل، لكن يحتاج إلى أمد طويل لربما محاولة معالجة الصورة، ولن يستطيع. إذن هو تحول إلى عبء، وبالنسبة له أصبحت هم كبير، لأنه الآن هو موجود تحت سطوة محكمة العدل الدولية ومحكمة أيضا التجريم وأيضا في الإطار الجرائم الدولية، فهو موجود تحت ضغط هائل. وفي نفس الوقت كيف يتعامل مع هذه الأعداد الهائلة دون أن يستطيع، دون أن يمسها؟ نعم. وبالتالي الشعب الفلسطيني أولا مستعد للشهادة ومستعد للتضحية، لن يؤثر هذا على عزيمته، ومستعد أيضا للمقاومة، فلن يؤثر على صموده وعلى نكايته في العدو. ولكن الجانب الإسرائيلي هو الذي يقع في المعضلة، كيف يستطيع أن ينجز شيئا لا يملكه، إلا أن يكون إذا دخل فيه تزداد عليه الضغوط، وتزداد وحشيته، وتزداد عزلته في البيئة الدولية، وتزداد حالة تجريمه، وتزداد جدران الدم مع البيئة العربية والإسلامية. نعم. فلا يستطيع أن يتمكن من أمور التطبيع وغيرها. نعم، هذا العبء أيضا ليس فقط على الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، هو أيضا عبء على مصر، وهو من أسباب التي سردتها في موضوع الفشل، أن الموقف المصري على الأقل المعلن ما زال ضد هذا الاجتياح ويحذر منه، ويعمل بقنوات فوق وتحت الطاولة للحد أو لمنعه. كيف يمكن أيضا للموقف المصري أن يكون عامل فشل للاحتلال الإسرائيلي من فكرة الاجتياح؟ يعني ما نرجوه أن يستمر الموقف المصري على ما هو عليه من إصرار بمنع موضوع التهجير، وألا يكون هو طرفا متعاون مع الجانب الإسرائيلي في السيطرة على معبر فيلادلفيا أو الخط الفاصل ما بين مصر وقطاع غزة، وأن يبقى على موقفه في أن لا يسهل للجانب الإسرائيلي خنق قطاع غزة حتى من الجهة العربية الوحيدة المتصلة مع قطاع غزة، وأن يصبر وأن يصمد في وجه الضغوط العالمية في هذا الجانب، الضغوط الأمريكية والضغوط الإسرائيلية. حتى هذه اللحظة الموقف المصري يعطي هذه الدلالة، وهو ما نرجو أن يستمر. وليس هناك في الأمن القومي المصري، في مصلحة الأمن القومي المصري، ولا في المصالح العليا لقضية فلسطين والعالم العربي، أن يفتح باب التهجير وأن يسهل للطرف الإسرائيلي مهمته، فهو سيتحول إلى عبء أكبر على الجانب المصري، وسيتحمل أكلاف كبيرة جدا لا يستطيعها. ولذلك أنا أتوقع أنه من المصلحة ومن الأمن القومي المصري ألا يفتح هذا الباب بأي شكل من الأشكال للجانب الإسرائيلي، وأن يصد في وجهه حتى يتردد على الأقل كثيرا في عندما يريد أن يخوض غمار هذه التجربة التي تحمل بذور فشلها في ذاتها. كل الشكر لك دكتور محسن محمد صالح، مدير مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات. كنا بصدد نقاش مقالك الهجوم الإسرائيلي على رفح محكوم بالفشل.